السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا يا حبايب القلب. بالبدايه ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك لصلك كل جديد ونورنا في القناه يا غالي. خلينا نبلش في موضوع الجائزه الغامضه اللي عملتها اوميجا ليجندز. طريقه الحصول عليها لازم بالبدايه نتوجه للفيسبوك ونكتب اوميجا ليجندز. عندنا زي ما انتم شايفين لازم نكتب شو الاشي المفضل لك حول اسطير اوميجا ليجندز. حتى الان اول شيء بنعمله بنكتب الاي دي الشخصي اللي لنا، وبعدها بنكتب شو اللي عاجبنا في الشخصيات او شو اللي عجبنا في اللعبه، وان شاء الله بتكون من ضمن العشر اشخاص اللي راح يحصلوا على جائزه غامضه من اوميجا ليجندز. طبعا لو ربحت راح يرسل لك رساله داخل اللعبه، داخل هاي الرساله الجائزه الغامضه شو عليك، روح اكتب الاي دي واكتب الاشي اللي بتحبه في الشخصيات، يمكن تكون انت من ضمن العشرة اللي راح يربحوا. بالتوفيق لكم حبايبي، وخلينا نعرض لكم كم من مهمه عملتها داخل اللعبه ونستفسر عن كم من مهمه انا مش فاهمهم، ويا ريت اللي بيعرف يخبرني. تحياتي لكم، مشاهده ممتعه. ننزل هون خليه يدمجنا بوت، نشوف نوب نشوف النبوت نخليه يدمجنا منشان نسوي المهمة اللي علينا. عندنا مهمة انه نعبي دم عن طريق هاي 500 اتش بي. 500 اوكي، نحاول نعبي، نخلي بوت يدمجنا و نعبي 500 ان شاء الله. نهي الحال 500 اتش بي 24. يا الهي، لاعب هذا ولا شو؟ خليه يدمجني. قتلوا النعان. اوكي، ما بدي اقرب كثير هذا. هيلينج 1200. هلا باعتبار لازم تكون المهمة اتسوت وجاهزة. اوكي خلينا نشوف مهمة الهيلينج 500 هاي تكون جاهزة هلا. لازم اوكي ميشن، شايفين يوز ارورا هيلينج لايت ابيليتي تو هيل 500 اتش بي ان سرفايفل مود. هاي جاهزة. هلا والله. اوكي وصلنا قديش؟ 78. نايس، قربنا قربنا. ايش هذا؟ سبيد فرمول، ايش هاي؟ والله حلوة هاي. عندنا يوز ماجنتيك بيلدز، اوكي لازم نستخدم اللي هو القوة تبعت هاي لنقتل 6 اشخاص. وعندنا بالاسبوع السابع لازم نرمي 12 قنبلة، سواء رميتهم على لاعبين او بدون لاعبين لازم نرمي. انا رامي 7 لكن لازم نرمي 12. وعندي هاي كل اتوتل لازم نقتل 6 في منطقة كراش سايت ايست ذا مار تايم اندستريال زون سبلاي هوب. مش عارف في المنطقة مكتوب انه في المنطقة الصناعية الخربانة او شيء زي هيك، في منطقة يعني تكون فيها خراب وهيك، لازم نقتل 6 اشخاص هناك. فراح نتوجه هناك ونرمي قنابل، نقتل 6 اشخاص هناك ونقتل 6 اشخاص هناك بالقوة اللي هي هاي. نسوي 3 مهمات مع بعض ان شاء الله. خلينا نبلش ونشوف شو بصير معنا. هاي سبلاي هوب هون، المنطقة الصناعية اللي هي هاي قصده. اوكي لازم نقتل 6 اشخاص هون في المنطقة هاي. هذه هي المنطقة اللي لازم نقتل فيها 6 اشخاص. هاي لقينا قنبلة كمان، خلينا نرميها، خلينا ناخذ دروع ونظبط حالنا لبعد ما هو جاينا حدا. هون
لو تفتح اوكي هلا والله شخصيتي هاي بتموت بسرعة على فكرة دخيل الله شو هذا اوكي خلينا نبلش كمان جيم هاي الشخصية ليش بتموت بسرعة دمجته انا هيك بستخدم الطاقة هاي ما بتدمج ولا شو؟ ما مات اوكي 30 ثانية ضايل للطاقة والله وقت طويل هذا مات مات تحتينا يا الهي بس اكتر ازرق ليش لا خلينا نطور درعنا كمان تمام خلينا نطور حالنا دروعنا الاخر بنقتل 6 اشخاص في المنطقة هاي لازم اوكي بنقتل 6 اشخاص بطريقة عادية ان شاء الله ضخ او اي اشي المنطقة هاي وبعديها عندنا ناس تجي هون اوكي واحد هناك خلينا نروح نقتله Warning safe zone shrinking حاول نقتله هيك حلو قتلنا واحد لا والله قتلنا واحد بالطريقة هاي تمام اخذنا منه قنابل خلينا نرمي قنابل ثلاثة هيك هاي أربعة ضايل اثنين بس ضايل اثنين في المنطقة هاي بس ضايل Congratulations You are now the lead slayer ضايل واحد بس نقتله في المنطقة هاي وخلص اوكي معنا اسعافات رح نموت هيك هو واحد جنبي حلو هيك تخلصنا المهم حلو هيك خلصنا مهمتنا شو بس معاه اسعافات مات زون؟ لا يا زلمة كيف مات زون؟ مات زون بالاخر نلحق هذا اللي قتلناه 29 28 ثانية ضايل لي اوه ما راح الحق خلني والله
هلا والله. اوكي هلا سوينا مهمة القنابل سويناها، قتلنا 6 في المنطقة هذيك صح؟ هاي لازم يكون مهمتين سوينا. اوكي سوينا دمج كمان 350 جات اليوم سويناها. اوكي عنا ايش القنابل بس تسوت؟ كولكت ألف. اوكي هاي جوز ماجنتيك ما نحسب ولا واحد. غلط المنطقة زي هيك غلط. كل كراش سايت ستيز. خلينا نضرب هذا طلق بس هيك من جنب هيك. ايوه هيك خليه يقرب عشان نقتله في هذيك القوة المغناطيسية هذيك. يا زلمي دخيل الله ورا هي شرقي. أربي أربي موت يلا. حلو قتلنا 4 أشخاص بالقوة المغناطيسية تبعت هاي. ضايل 2 يلا. اوكي قتلنا سيف زون شرينكينج. طيب واحد نقتله. نقتل هذا. لا لا تزون يا إلهي ما لحقته. Congratulations. حلو. You are now the lead slayer. حلو خلصنا المهمة. حلو خلصنا المهمة انه نقتل 6 اشخاص بالقوة المغناطيسية. هلا والله واخيرا يا زلمة. هلا والله بالعيال. اوكي بهيك كون سوينا مهمتنا. هيك بنكون سوينا المهمة اللي علينا. قتلنا 6 أشخاص بالقوة المغناطيسية اللي عندها هاي. هلا والله. أوكي قتلناهم. كولكت. صرنا ليفل 80. هلا والله. اخيرا حصلتك. اصلا انا نفسي احصلها هاي نفسي احصلها. سبيد فور مول اسرع يعني بتكون هاي ولا كيف؟ هون لازم ننزل على الريد روف ولهون نكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى يكون المقطع لعجبكم واتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك ولو مش مشترك اشترك. اسال كل جديد. تحياتي لكم ويسعد وقتكم ونشوفكم بخير. سلامات يا غوالي.